انا اليوم عرضت الفيلم ديالي، هذا اليوم التالت ديال المهرجان. جيت البارح وتفاجات بانه التنظيم رائع والجمهور كان اروع، تلقى الفيلم بطريقه رائعه كي بغيتها، بكاو في لحظات حزن عاشوا معها وفي نفس الوقت عاشوا اللحظات ديال الفرح وضحكوا وتمتعوا، والناس واخا الفيلم كان قاصح ولكن خرجوا مستمتعين والرسائل وصلات. ودابا كنهضر مع الناس كل واحد شنو تلقى من الفيلم، وهذا اللي كيعجبني الحمد لله. شوف الاول كان عندي التخوف، ولكن لما عرضته في الاول في وجده وحاز الجوائز ودرت واحد الجوله في الخارج اصبحت اكثر اطمئنانا، لانه عرضت في مهرجانات اللي كانوا فيها فقط الفرنسيين والاسبانيين والايطاليين وتلقاو الفيلم، والمغاربه في نفس الصدى، فقط الفرق ان المغاربه عندهم دي زانديكاسيون ديالهم اللي كيفهموهم، شي حويجات اللي كيضحكوا عليهم بطريقه اكثر، ولكن الناس اكتشفوا الفيلم وهضروا وطرح نقاش ديال اللي شيباني على اوروبا، الاباء والابناء علاقتهم مع ابنائهم في الهجره، دور العجزه، واش الانسان يرجع بلادو ولا العجزه، واش الناس اللي خدموا وفي الاخر خرجوا بامراض قاتله واليوم في فرنسا كيقولوا عليهم خصنا نجريو عليكم بقيتوا تصلحوا لنا الوالو، هادشي كله تاروا الفيلم وهادشي اللي كان الهدف ديالي. الفيلم كتهضر على واحد السيد اللي من بعد 50 عام اللي هو العربي كيعيش في الخارج، كيكون خدام في المناجم، بعد 40 50 عام كيقولوا الطبيب قال لك 3 شهور اللي غتعيش، كيفكر انه يرجع لبلاده ويموت، ولكن قبل ما يموت كيقول غادي نخلي دي طراس زوينين وغنخلي شي حاجه علاش نترحم. كتعجبني التجربة، أنا من الأول كنت باغي نديرها ولكن الحمد لله دابا بديت فيها من دابا قريب 20 عام، دونك واخا في 20 عام درت 9 لي كور ميتراج بلوس 3 لو ميتراج، مي الحمد لله. ميرسي أخي. أول فيلم طويل؟ لا الثالث.